اللي بيمرن النادي الاهلي بيروح في حته تانية خالص، وهو اذا حتى بيضيف لنا بخبراته، اذا بيضيف لنا بعض الحاجات الكويسه في التدريب، ولكن المكسب الاكبر بيبقى ليه هو. وشفنا كل المدربين اللي مروا علينا ازاي راحوا في انديه اخرى في الـ في الـ في الـ في الخليج، ممكن ما كانش يجي لهم الفرصه دي لو هم ما مرنوش النادي الاهلي وحققوا انجازات معاه. فالنادي الاهلي بيكبر اي حد، سواء اداري، سواء على فكره من اول مجلس الاداره لاصغر عامل، يعني من اول الاداره بيكبر الناس اللي فيها، او اللاعبين والفنيين اللي موجودين، الاطباء اللي موجودين، العمال اللي موجودين، اي حد اسمه بيرتبط بالنادي الاهلي هو اللي بيحقق المكسب الاكبر. يعني صحيح. الجماهير يمكن ما بتاخدش مكسب مادي او كده زينا، بس هم معنويا في الشارع هم اكتر ناس مبسوطين، اكتر ناس سعداء بفرقتهم في الوطن العربي كله على فكره. يعني احنا اكتر بطولات في الوطن العربي وفي افريقيا، فما فيش شك مكاسب كتير اتحققت من التتويج دوت، وعلى راسها طبعا تحقيق الميداليه. لكن يعني في مكاسب اخرى، يعني واحد زي كوكا مثلا ابتدى مستر كولر يعتمد عليه ويحط رجله. مظبوط. كان الاول بيلعب اجزاء من ماتشات، يلعب ماتشات مش مهمه، لكن دلوقتي النهارده بيلعبوا ماتش دوت وماتش الاتحاد السعودي، دي ماتشات مهمه، فده برضو مكسب للنادي الاهلي. ففي حاجات كتيره النادي الاهلي قدر يحققها من البطوله ديت. انا شايف دولت يمكن من وجهه نظري اهم مكسبين، نمره واحد البرونزيه، مشاركه واحد زي كوكا، وبرضو المكسب المهم في مكسب معنوي، لانك انت ابتديت الموسم بخساره بطولتين، كنت محتاج جدا ميداليه في الـ في الـ في المحفل ده يعني. الحمد لله. لا ماشي، سيب العادل بقى يقول كم مكسب. تعالوا نروح نشوف فرحه اعضاء الاهلي بالجزيره مع منا المنيسي. يا كابتن ايمن، الف 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 مبروك ليك ولنجوم الاستوديو اللي معاك والاسره، وطبعا قناه النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. فرحه كبيره جدا جدا موجوده دلوقتي في المقر الرئيسي للنادي الاهلي. يمكن كان في دايما طول المباراه طمع في الجون الثاني والثالث والرابع، ولسه كنا عايزين المزيد. الف مبروك لبرونزيه جديده بتضاف للنادي الاهلي وانجاز تاريخي جديد، ومعانا في هذه اللحظات الجمهور او اعضاء النادي الاهلي هنا نشاركهم الفرحة. خلونا نبتدي دلوقتي، تحبي تقولي ايه النهاردة بعد الفوز؟ ألف ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب وكل مجلس الإدارة بالكامل، وإحنا فرحانين جدا وسعدين جدا إن الحمد لله ربنا كرمنا النهاردة، والحكمة دي ممتازة جدا، ولو كانت موجودة في الماتش اللي فات كنا كسبنا وكنا حصلنا على الذهبية إن شاء الله، بس الحمد لله، الحمد لله على كل حال. أكتر حد عجبك النهاردة في الماتش إيه؟ اللعيبة كلها وروح النادي الأهلي، كل اللعيبة بصراحة كانت لعبت بشكل كويس، وكان في روح حلوه، الجهاز الفني وكابتن محمود الخطيب برضه مسند اللعيبه في كل البطولات بصراحه. وبحب اشكر الكابتن ايمن شوقي والضيوف اللي معاه وكل الجماهير اللي موجوده هنا من الصبح دي وقاعدين مستنيين عشان نفرح ان شاء الله، وان شاء الله البطولات اللي جايه كلها في الاهلي ان شاء الله. تقول ايه لعيبه الاهلي النهارده بعد البرونزيه الرابعه في تاريخنا؟ بجد شكرا للنادي الاهلي النهارده على المكسب، واحنا كنا رايحين كاس العالم السنه دي ننافس على كاس العالم، احنا النادي الاهلي، اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي بيبقى خايف من النادي الاهلي. الاتحاد السعودي كان بيقول ان هو بيخوف النادي الاهلي، لا احنا النادي الاهلي، وان شاء الله السنه الجايه ننافس على البطوله باذن الله. وضع طبيعي الحمد لله ان احنا ناخد البرونزيه، كان املنا اكبر ان احنا نوصل لابعد نقطه، بس الحمد لله يعني ان احنا عملنا الاداء ده، والاهلي في اي وقت يا جماعه يتخاف منه، والاهلي ما يتخافش عليه الحمد لله. هو الحمد لله رب العالمين، هو الماتش بتاع النهارده تعويض عن ماتش فلومنسي، لان احنا كنا الاحق بالوصول للنهائي، بس الحمد لله عشان ربنا يكرمنا ونفرح الناس دي ونفرح الملايين، لان فعلا الاهلي كان يستحق ان يوصل للنهائي حقيقي. والف مبروك لجماهير الكره المصريه، وان شاء الله في تقدم باذن الله. احنا بنقول الف مبروك للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يفرح شعب مصر كله، وكل شعب مصر بيتفرج على ماتش النادي الاهلي، والحمد لله
ألف ألف مبروك للنادي الأهلي. المفروض النهاردة الأهلي يبقى في البطولة النهائية، الكاس النهاردة كان المفروض يبقى بتاعنا بسبب الحكم الظالم بتاع النهاردة، واحدة مازة حريم حكمه أحسن منه، الحمد لله والشكر لله. إيه أكتر حاجة عجبتك في ماتش النهاردة؟ والله كلهم أحسن من بعض الحمد لله، لعيبة رجالة واقفة على رجليها مصممة، وربنا عوضنا عن الماتش اللي فات الحمد لله رب العالمين. أحسن لاعب في مباراة اليوم كان مين من وجهة نظرك؟ الحقيقة كلهم، ان الروح احلى حاجه في الدنيا، وبعدين ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا بنحبه، وده اللي فرح الناس دي كلها وفرح مصر وفرح كل العالم، احنا سياد افريقيا، فدي الحمد لله ونحمد ربنا ونشكر بنشكر كابتن الخطيب وبنشكر المرتجي باشا اللي هو دلوقتي وشه حلو على النادي الاهلي هناك، ومتشكرين جدا وربنا يخليكم لينا ونفرح تاني وتاني ورابع ومليون مره، الحمد لله على كل شيء. ربنا يشفي الخطيب ويجيبه بالسلامه. اللعيبه كلها رجاله والحمد لله عملنا ماتش كويس والبطوله كلها كويسه الحمد لله، كنا عايزين ان شاء الله نبقى في النهائي النهارده، بس الحمد لله برضه احنا حققنا البرونزيه الرابعه علينا، والحمد لله يعني ان شاء الله كل البطولات الجايه هنركز بقى في البطوله اللي بعديها زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي. خلاص هنفرح النهارده وان شاء الله من بكره نركز في البطوله الجايه ان شاء الله. تقول ايه لعيبه نادي الاهلي النهارده بعد البرونزيه؟ بشكر لعيبه النادي الاهلي وبهنيهم على الاداء الجيد ده، والصراحه كنا نستحق المركز الاول بس الحمد لله طبعا، والاهلي فرحنا كلنا جماهير واعضاء وكله الحمد لله. ده كان جزء تاني من جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي هنا، والفرحه الكبيره اللي بتعم كل مكان موجود في النادي الاهلي هنا بالجزيره. وانا معاك يا كابتن ايمن، ولسه مستمرين في تغطيتنا عقب مباراه اليوم، اتفضل. احنا ملوك اللعبه، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسال يا ابني علينا، قربت الواحد فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله على السكة وشغال، الضربة القضية هتتشال، الأهلي معلم أجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. احنا ملوك اللعبة، احنا بنعليها، احنا بدعنا الصنع، انتم جايين بعدينا، احنا نهد جبال، اسأل يا ابني علينا، الأهلي سيد القارة واتقال فيها بطولة يمين بطولة شمال، كله على السكة وشغال، الضربة القضية هتتشال، الأهلي معلم أجيال، مفيش تعب بيأثر فينا، احنا تاريخنا بيحكي علينا، الجماهير ملايين حوالينا بتشجعنا وبتقوينا. واستكمالا للفرحة تعالوا نروح سواء ل